لا أريد أن يحبني أحد كي لا أحبه، لا أريد أن أحب أحدا، أريد أن أحمل جثة الحياة، سأفتح وسطها قوة، وسط الحياة بالضبط قوة صغيرة مظلمة كي أبصق على النص. أريد أن أبكي وأن أكف عن البكاء في يناير، من يحمل المطر إلى أصابعي؟ متى يهطل المطر؟ من يحميني من المطر؟ زنة زنتان زن، المصورون يعرفون السر، لهذا صاروا مبللين بالمشهد وتركوني معلقا في لقطة. كلاكيت صور، لا أريد سكوت غدا، هل يتفرج العراة على عريهم كي يدفعوا زكاة المصير؟ الإضاءة كم أرتعش ولا أحس بأي رغبة في المجد، طعامي اليومي هل تكون الحياة بيتي الأخير؟ اليوم بارد وغدا وبعد غد ملل، والجمهور لا يصفق للكمبارس، والله لا يحبه، والمنتج والنص والشاشة لا تحبني، أين أحط ملامحي التي لا أحبها؟ لا بيت لي، وسنواتي اتسخت صارت أوطى من أصابعي، والكاميرا كل يوم تدور، أبدأ الدورة كي أنتهي من الدور، كي أبدأ الدور والدور صغير. أنا لا أكذب أبدا، مرة ضربني المخرج بحذائه لأنني أخطأت في هجاء اسم الأمير، ومرة ضربتني البطلة فاعتبرتها جزءا من التصوير، وانتهى الدور الخطير. أفكر وقد تجاوزت 50 أن أعتزل الأضواء، ولكن من يبكي في يناير كي يضحك الجمهور؟ في يناير يزوق المطر الحياة وتزداد شراسة المخرج، في الليل أبكي بحرقة أكثر وأشتهي سيجارة عقب سيجارة من سجائر المخرج المغرور. سمعت أنه شاذ ويتعاطى النكات البذيئة والتقارير، هل أبلغوه ما قلت أمس؟ إذن سيحذفني من النص ويفقأ عيني الأخرى، فلا أرى من يضربني في المشهد المكرور. عيني، أقصد عيني سابقا تؤلمني، كيف بلا عينين أبكي؟ كيف أعرف النص؟ كيف أنفض عنه الغبار؟ كيف أمشي في عتمة النص الدقيق؟